جليل القدر وقائل بجليل البرهان وخيم النسب غزير العلم وسير حلم كثير الغفران امير السناء جزيل العطاء مجيب الدعاء امير الاحسان سرير حساب اليم العذاب عزيز شديد العقاب عزيز السلطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر واشهد ان سيدنا وعلى محمد رسوله المعوذ من الاسود والاحمر المرعوث من شرح الصدر في الذكر صلى الله تعالى وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب الاربعاء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله في التوحيد راس الطاعه واتقوا الله ان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه ان السنه تهدي للطاعه وما اطاع الله ورسوله فقد رشد وخلا واياكم والبدع ان البدع تهدي المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وعليكم بالاحسان فان الله يحب المرسلين ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين الا وان نفسا لن تموت حتى تصل في رزقها فاتقوا الله واجمعوا في الدعوه وتوكلوا عليه واحسنوا فان الله يحب المحسنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضلهم مثل الحياه الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب وترى المجرمين مشركين ما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعل إياكم بهذه الآية الكريمة الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله